يذكرون أن البعوضة لها 100 عين، سبحان الله، وأيضا لها جهاز حراري تستطيع من خلاله أن تعرف أين مكان جسم الإنسان في وقت الظلمة الشديدة، يعني في الظلام ما ترى شيئا، لكن تستخدم هذا الجهاز الحراري في الأشعة ومعرفة مكان الأجسام. ثم قالوا البعوضة لها 48 سن، ولها 6 سكاكين في خرطومها لإجراء هذه العملية في مص الدم من جسم الإنسان، ولها 3 قلوب بكل أقسامها المعروفة في قلب الإنسان، الأذين والبطين وهكذا. وإذا أرادت البعوضة أن تأخذ من دم الإنسان، فأنت عندما تأتي البعوضة وتمص من دمك وتذهب، ثم بعد ذلك تكتشف الأمر. لماذا؟ قالوا أولا عندها جهاز تخدير، مادة مخدرة أنت ما تشعر أول ما تقع عليك البعوض، ويعني تقطع شيء من جلدك وتدخل الإبرة، هذا كله أنت ما تحس به. ليش عندها جهاز تخدير؟ ثم أيضا البعوضة لا يكون الدم مستساغ لها بكل أنواعه، فلها جهاز فحص دم تفحص الدم هذا يناسبها أو لا. ثم أيضا قالوا المشكلة الأخرى، إذا خرج الدم، تعرفون الدم يتثخر يعني يتجمد، فلها عندها جهاز تمييع دم حتى تمص الدم ويسري في خرطومها سائلا بدون أن يتجمد. كل هذه الأجهزة ما شاء الله في هذه البعوضة الصغيرة، سبحان الله. ثم يعني تمص الدم، وهذا يعني هي تريده لأطفالها، لبيضها، لأن صغارها البيض يتغذى يعني دم الإنسان، البروتين الذي في الدم، سبحان الله. وانظر إلى يعني هذه البعوضة كيف أعجزت الإنسان. يعني هناك في الإحصائيات العالمية يقولون تقريبا يموت سنويا 500,000 إنسان بسبب الملاريا وبسبب البعوض، 500,000 إنسان سنويا، هذا جندي من جنود الله. إذن كل ما يذكره الله تعالى من هذه الأمثال وهذه الحشرات فيها العجائب. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى عروقا ياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأولي.